جاهزة؟ يا ماما ليه طلبتي إعادة تصوير الحلقة؟ أنا اتغدر بيا برضو وأنا بصور معاها البرنامج. هقول عليكي كده إزاي؟ ده بقى لما وقفته. لا ده لسه بنصور. بتدخني الايكونز اللي انت بتدخنيها. الله عليكي. مش كده؟ شفتي الخيانة وصلت لإيه؟ خيانة إيه؟ مش انت فتحت لها حضنك؟ مفيش عداوة بتيجي بعدها محبة. طب ايه اللي حصل في الكواليس يا ريم؟ انتي اتغيرتي على فكرة خالص، يعني وانا بتفرج على حلقات فاتت ما كنتيش كده. ريم عدنا مرة اخرى وعايزة اطلع من موضوع ريهام وكل الحاجات دي، بس قوليلي دلوقتي قبل ما اخرج واروح لنقطة تانية، ايه القضايا اللي كانت موجودة؟ ايه اللي حصل فيها؟ انا ما كنتش رفعت قضية في خلال الاربع سنين دول على اي حد فيهم، هما كانوا عملوا لي قضية واخدت المتهم ده شاهد معاها اللي هو في بيني وبينه الرسائل على الواتساب. اللي نزل الفيديوهات اللي نزل الفويسات للوطن العربي كلهم، وهي اخدته كشاهد وعملت لي قضية بغرامة وبعدين تعويض. معلش ثانية واحدة، بعد لما جات لك العزا وعملتوا الحوار هي ما تنزلتش عن القضية؟ قال لي المحامي بتاعي أستاذ ياسر خليها تروح تنازل ريهام، هتتنازلي أصلي مش عاملة توكيل للمحامي تنازل. طب ريهام أستاذ ياسر بيقولي أصلي هروح بكرة، فأنا مش مديها أخوانا. بصي قد إيه أنا مش مديها أخوانا. بصي أنا صورت معاها وفضلت تعمل كده يعني، وفي الآخر ما تنزلتش. القضية كانت أول يوم رمضان من أربعة أيام. طمنينا. القضية بقيت لصالحي بعد ما كنت مجني عليه، بعد ما كنت أنا سوري المتهم. حبس متهم بانتهاك خصوصية ريم البارودي عبر واتساب. سنة حبس المتهم سنة. ده مع إيقاف التنفيذ ولا لا. إيه؟ يا رب يتمسك في لجنة بكرة، ولا يتمسك في دخلة أوتيل شرطة السياحة تاخده أو كده. أو يروح هو يسلم نفسه. ولسه عنده استئناف وعنده درجات كتير. طيب يعني وكان معاكي قضية مع ريهام؟ ما أنا حضرتك ما كنتش عاملة حاجة خالص، هما كانوا هي اللي كانت عاملالي محضر إزعاج. أنا بقولك كان المحضر إزعاج، بناء على المحضر إزعاج غرامة بمبلغ 20,000 جنيه عشان هم هي كسبت. ده رفعت عليا تعويض بمليون جنيه، اتحكم لها ب100,000 جنيه كنت مفروض أدفعهم من أربعة أيام. طب بص يا ريم باختصار عشان الناس بقى ممكن تتوب مننا لا دلوقتي. لا الناس والله ما تايهة، الناس عارفة كل حاجة. سؤال واحد، هي كملت في القضايا وانت كملتي في القضايا. جبت بقى استاذ ياسر بعد اربع محاميين، استاذ ياسر قنطوش راح عمل لي فتح القضيه، قال الصوت اللي على الوطن العربي ده فعلا ريم، بس دي رسائل ما بينها وبين المتهم ده اللي بيشتغل مع الاستاذه اللي عملت رسائل القضية. خاصه يعني ما ينفعش انها تبقى بالظبط. فطبعا للعامة. دلوقتي القضيه رجعت للمرافعه تاني، يعني ما الحمد لله ما دفعتش ال 100,000 جنيه. ننقل بقى للي بعده. يا ريت محسسين يعني ان انا عشان انت انا لسه ما بداتش. طاقتي بتت اكتر من كده؟ والله ما بدات. لا. انا قلت لك كلمه اصلا. لا ده انا طاقتي اللي بعده الموضوع ده اللي بعده. يلا اقرب حد الاجيال. لا طبعا بصي يعني اقرب طبعا اتنين في حياتي او اقرب دي ست حياتي وفاء عامر دي، يعني بصي البوصله بتاعتي اول ما تعوج كده او اول ما دماغي كده بتبقى مش مظبوطه او ابقى كده خايفه او بتاع بلجا لوفاء. على هي وفاء في حياتي على طول. حبيت بس افكرك بالفيديو ده قبل ما اشغل الفيديو اللي بعده وافكرك بيه برضه. طيب انت دايما بتقفي مع صاحباتك وريم البارودي من اعز اصدقائك، وقفتي مع مشكله محمود سعد، احمد سعد سوري، بس ما وقفتيش في مشكله ريم البارودي وريهام سعيد، ليه؟ لقيت نفسي بسمع من طرف واحد وانا ما ينفعش احكم من طرف واحد. اوكي، سمعتي يعني من ريم بس ما سمعتيش من ريهام. فقررتي ان انت ما تتدخليش. ما وبعدين انا شايفه ان يعني هم المفروض يبقوا اكبر بكتير قوي من المشكله. حقيقه اجابه حلوه. بيقولوا ان الحلقه دي كانت سبب زعلك من النجمه وفاء عامر. لا خالص، لا وحياه ربنا
انا لسه شايفه لسه حد ابن حلال بعت لي دوت من تقريبا 20 يوم. طيب وبعدين؟ لا انا زعلت عادي من... يعني خدتيه عادي الرد ده؟ اخدت انا كل حاجه دلوقتي بقيت اخدها عاديه. انا زعلي من وفاء تقريبا بقاله سنه وشهرين، انا ما بكلمهاش بقالي سنه وشهرين. اصل ما بين الفيديو الاولاني وعملتي رياكشنات ضحك وبصيتي يمين، اصل الواحد كل ما بيكبر في السن في حاجه غامضه يا ريم. لا والله الواحد كل ما بيكبر في... يعني بتفرج، كنت بتفرج على نفسي، فالواحد كل ما بيكبر في السن يعني السن عليه عامل برضه يعني، والحاجات اللي بتحصل للبني ادم وكده. بس انت ضحكتي لما الفيديو بتاعها جه، اللي هو اني واحد ابتسامه كده بتاع اللي هو بالوان، ابتسامه بالوان اللي هو كان في القناه الثانيه اللي هي كلهم بيشتغلوا في القناه دي. لا ضحكت طبعا لان هي اكيد متعرضه ل... خليني بس اقول لك يعني. لا انا عايزه اعرف ضحكتي ليه الاول. والله هقول لك ليه، ما تحكيليش وتمشي الحلقه على مزاجك يا ريم يا بارودي. طب هقول لك ليه. قول. طب انت مش مديني فرصه وحياه ربنا. ده انت ما حدش بيتكلم في الحلقه غيرك. اصل وفاء اللي كانت بتكلم دكتور اشرف زكي النقيب، وكانت بتكلم استاذ شعبان المحامي، وهي اللي كانت متدخله، وقصه عاشور المصور ده. وفاء يعني انت يعني اللي بتقوله ده يعني ده انا ما اعرفش بتقوله ليه، اكيد هي زعلانه من حاجه يعني، حتى طريقتها مختلفه. فده انك سمعتي وانت كنت ايام احمد سعد سمعتي من طرفين. يعني انت سمعتي من طرف واحد بس، يعني انت كنت من ايام احمد سعد جبتيه من ايده سمعتي الخلافات. هي ست بتاعت ربنا وبتصلي وبتعمل عمر وعملت حج وعندها عمر، لو الكلام ده حقيقي اطلعي بكره واعملي فيديو واكتبي على السوشيال ميديا وقولي انك سمعتي من طرف واحد. ده انا الفويس الوطني العربي كله سمعت. ده انا زعلت منها ان الوحيده الممثله اللي راحت فرح المتهم. الممثله الوحيده اللي راحت فرح المتهم اللي خد حكم، قالت لي انا كنت بسحبه، يعني بسحبه لينا يمكن مش عارف ايه. فالكلام لما يطلع كده في عايزاني اعمل ايه؟ الطم على وشي ولا اقطع شراييني؟ اعمل ايه؟ اللي بعده. ريم البارودي خسرت الكثيرين لانهم لما كذابه. طب في اكتر من كده يعني؟ عندك الجرأة والشجاعه تقولي هم مين؟ لا وفي ناس يمكن مش معروفين يعني على فكره، ولازم يبقى كله من دول مش معروفين في الحته دي، مش معروفين. انت قايله من الوسط، وحد في الوسط مش معروف؟ على فكره انا في ناس كتير برضه مش من الوسط. انا بصي اصل بعد بابايا اصل الفرح والطلاق والجواز والترندات والبرامج والحاجات دي كله بيبقى موجود، ساعه الزعل وتشك تشك تشك ده مش موجود، ما بتلاقيش غير الحقيقيين. انا واحده بس اللي وقفت، بس هي زينه فقط، هي دي اللي وقفت معايا، محدش وقف معايا. في ايه بقى؟ وقفت معايا في جنازه اللي هي اهم من العزا، عشان العزا تشك 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 تشك. انا سمعت قبل كده ان انت كنت مرشحه لدور ايمان العاصي في مسلسل لا. جعفر العمده. لا ما حصل. وما ترشحتيش لاي دور في المسلسل لا. ده؟ لا ما حصل، ما حصل. طيب ماشي خالص. وعلى فكره عايزه اقول لك كمان، زميلاتي بيحبوني جدا وانا بحبهم جدا. حددي. طيب ما انا بقول لك احدد اسامي. ريم انت ليه عايزه اسامي يا حبيبتي؟ عندي 50% بيحبوني و50% بيكرهوني. اللي بعده. انك انت اللي هتكوني ضيفه مع سمية الخشاب في حلقه رامز جبل الاخر. اعتذرت. ليه اعتذرتي قبل الحلقه بيوم؟ لا اعتذرت لان اولا انا ما كنتش اعرف ان احنا ضيفتين، احنا ضيفه يعني عارفه ان انا ضيفه واحده. ثانيا هو رامز اولا لذيذ ودمه خفيف، بس تقيل في تقدمته وتقيل في الهزار مع الضيف. فانت دلوقتي جايبني انا وسميه ليه؟ تضحك علينا الوطن العربي؟ عيب. اهانه متعمده؟ عيب. لا بس معلش بقى ثانيه واحده، ده انا معاكي فيه، لو انت بتقوليه هسيبك تقوليه، بس معروف ان رامز تقيل وان رامز فيه ويخطيه. طب ما انت عارفه رامز برامجه عامله ازاي. بس معقول ووافقتي؟ ايوه تمام. انا طيب بقول لك خلاص، انا يبقى طالع. ما تقوليش بقى حاجه على لكن رامز. لكن انتوا جايبيني بقى بعد السنين دي كلها، بعد ما طلعت اخر مره مع رامز اطلع مع سميه؟ عيب. تقول عليا حريم فلان ليه واكسات فلان ليه؟ عيب. هو ده الهزار؟
هو ده الهزار؟ هي دي الحقيقه؟ طبعا، امال هم طلعنا ليه بدل ما احنا متصالحين؟ يعني ما زعلتيش ان سمية الخشاب عرفت قبلك وانت ما كنتيش عارفه؟ لا مش ده خالص. اولا حصل مكالمه طويله ما بيني وبين سمية. سمية الخشاب كانت عارفه ان انت هتكوني طبعا واستاذنوها طبعا. طب وشمعنى انت وقالت لي وست مرحبه جدا وقالت لي تعالي ونعمل حلقه حلوه. بس بقى يبقى سمية هي اللي عرفتك؟ لا والله العظيم. عرفتي منين؟ انا عايزه اقول لك ان احنا كنا هنصور حلقه بس مش مع سمية، يعني كان لسه في مفاوضات بيني وبينهم، التذكره معايا والفيزا معايا والفلوس معايا كل حاجه، وهنصور حلقه ثانيه. طب ثانيه واحده، كنت عارفه ال اكتر من اللي انا قلته لك مع ده حد تاني؟ ايوه هطلع بقى مع حد تاني. مين التاني؟ لا ما اعرفش بقى، ما لقوش. لا قعدوا بقى سايبني وخلاص خلصت. يعني انت رفضتي البرنامج عشان سمية الخشاب؟ ما رفضتش البرنامج، في رساله ما بيني وبين المنتج، قلت له لا يعني يا حبيبتي عيب تتحكي الناس تقولي يا حريم فلان ويا اكسات فلان، عيب، انا مش على خلاف معاك. يعني انت ازمتك في برنامج رامز 2024 انك انت ما يتقالش عليكي اكس حد، وانا مش على خلاف مع سمية، انا وسمية سامحنا من قبل 2021. سيبنا من خلاف سمية. طيب انتوا بتجيبوا الناس اللي على خلافات مع بعض. سيبنا من خلاف سمية. انت عندك مشكله انك انت تبقي اكس مع حد. لا ما يتقالش، يعني ما يتقالش ان انتوا سمية كنتوا اكس احمد سعد. انا اشارك مع سمية عمل دراما، اشارك فيلم، اعمل مسرح، انا هزر، انا عرفت كده الاجابه. انت مش رفضتي معاه، رفضتي ان انت تعملي معاه فيلم التاروت؟ لا مش مناسبني يا راجل. والله العظيم كذابه قوي، انا مش قادره والله العظيم. ما انت هتقطعي ده في المونتاج ولا هتسيبيه؟ لا هسيب بجد، وبقولها لك في وشك. طيب انا فيلم التاروت مش هقطع حاجه في المونتاج يا ريم، وهسيبه بقولها في وشك. انا بيقول عليا كان استاذ نور كان بيقول لي لمضة وبتكلم كتير، انت المره دي انا لما كنت بتفرج لقيتك مختلفه. انت لمضة وبتتكلمي كتير، مش قادره عليكي النهارده، مش قادره على المناهجه. محدش يقدر على العرافه يا حبيبتي، انت بتفكري بيجي على خيالك انك تقدري على العرافه؟ اللي بعده. لا اوعي تقولي اللي بعده، وحياه ربنا قوم. ليه؟ على فكره انا اشتغل مع سمية او اطلع معاها اي برنامج، لان الموضوع انتهى وخلص. فيلم التاروت لما اتعرض عليا كان مع مخرج ومنتج انا اشتغلت معاهم قبل كده، ما كنتش حابه اعيد التجربه، اديت لنفسي فرصه وكلمته في التليفون اساله. مع الشخصيه معاها بغبغان طول الفيلم، واحده معاها كلب وواحده معاها قطه، انا سالت على شخصيتي هتعمل البغبغان ازاي، قال لي جرافيك، اعتذرت. بس ده اللي حصل. لو كان جاب لي بغبغان بقى بجد كنت هعمله، ايه رايك؟ اللي بعده. بعد سمية الخشاب ريم البارودي تتصدر تويتر بعد طلاق احمد سعد وعلياء وتعليقات ناريه من المتابعين. والله بيقولوا ان انت بتتضايقي يا ريم لما بيربطوا اسمك باسم احمد سعد. ما اكيد. واقول لك انا شايفه ده دلوقتي. يعني انا بصراحه بتضايق قوي من الترندات الرخيصه والمواقع اللي بقت متعمده على الترندات، وان راجل انفصل عن ست فتحطوا ستات تاني معاه وتعملوا افيش وتعملوا رخص وتعملوا حاجات، وجايز كل واحد بقى عنده بيته وكل واحد عنده حياته. ليه؟ طب بعيدا عن الترندات انت بتضايقي من القصه دي؟ ولا بتضايق من ايه؟ كلمه واحده. من ايه؟ لما اتحط كده مش عايزين اتضايق. ربط اسمك بالفنان احمد سعد. طبعا لازم اتضايق، ما اتضايقش ليه؟ طب بصراحة أنا مالي أنت اتصلت ارتبطت يا ريم؟ بعد الوجع مطاب وما بقاش موجود، شايفة إن أنت كنت مأفورة إنه المشاكل كان ممكن تتعاملي معاها بطريقة أهدى شوية؟ لا خالص، أنا شايفة إن أنا أقل بعد مطربات الوطن العربي، كل واحدة اللي تتخان وتطلع وتتكلم وتعمل مداخلات وتطلع في برامج. أنا لما طلعت أنا ما هنتوش، أنا اتكلمت في حاجة تخصني، أنا كنت في عز الحاجات دي بقول إن راجل كريم وكويس. شايفه ان انا كنت مقفوره، ده حق يعني، انا طلعت قليله جدا جدا وسط نجمات مطربات كبار جدا تعرضت للخيانه. يعني اللي بعده، ريم البارودي تهاجم متابعيها بقوه بسبب صورتها بالحجاب.
بيقولوا ان انت يعني بتتكلمي مع المتابعين بتوعك لما بينتقدوكي بعنف وبتغلطي فيهم قوي، بتتضايقي ما بتقدريش تمسكي نفسك ابدا، ولو قدامي امسكه من لساني وتقولي له يا هبل يا عبيط يا مريض. لا دول مرضى وربنا هيحاسبك. اولا انا عندي المتابعين بتوعي والمعجبين والفانز بتوعي بقابلهم وبننزل نتقابل وبنحتفل، وكانوا معايا في العزاء ومعايا في الجنازه ومعايا في التكريمات ومعايا في التصوير وعلى طول معايا، دي ناس محترمه. اما الذباب الالكتروني والناس اللي هي بتبقى مسلطه الناس او في حرام برضو بيبقوا حقيقيين بس بيبقوا مرضى نفسيين. شايفك انت دلوقتي بالحجاب، انت في بيت ربنا كنت هلبس ايه انا ساعتها؟ ما انا بعمل عمره، انت مالك بعد ما ارجع البس عريان ولا ما وانا اللي هتحاسب ولا انت اللي هتتحاسب؟ انا شايفه ان هم اتفه من انك تردي عليهم اشخاص مجهوله. والله العظيم ارد عليهم ليه؟ انا اقل واحده برد بتبقى بالصدفه، انا زمايلي واساتذتي بيكتبوا لي كومنتات والمصحف بشوفها بعد شهرين بس لما بتردي بتطلعي عصبيتك كلها. انا شخصيه عصبيه ست جدا. واضح. جدا. بس ما فيش عصبيه النهارده. هلا بصي بقى الفقره اللي جايه. لا كفايه بقى، لا على مسؤوليتي ولا ليا علاقه بيها ولا لمطك دي هتنفع مع الفقره دي. جايلك اللي ما بيرحمش. انا تعبت قوي. لا بجد هخنقه. هتقولها شيخ العرافين. فاصل. لا ايه ده، انا بخاف طبعا. انصرف انصرف. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مع اخر فقره في حلقتنا. سرك مش في بير. سرك مش في بير. سر البير. طبعا انت عارفه يعني القواعد اللعبه. لا والله انا اول مره هشوف. طيب في سر بنديهولك عن حياتك الشخصيه محدش يعرفه خالص. وانتوا تعرفتوه يعني؟ ماشي. بسم الله. عندك شك؟ بسم الله على الذكاء. عندك شك؟ لا دي ما عنديش شك فيها الصراحه. بس كده. لو حبيتي تجاوبي انت اللي هتقري السؤال. اوكي. لو ما حبيتيش تحطيه كده وخلاص. اوكي. لازم احطه كده؟ ممكن تحطيه كده كده ولا كده؟ كده مثلا. يلا بينا. ماشي. طب ينفع بقى احذفه تاني؟ لمضة. ينفع بقى احذفه لك كده تاني برضو ولا شوفي لو ما عجبنيش؟ طيب يلا يا ريم. لو تقدري انت تقولي السؤال، انت لو تقدري تقولي السؤال انا جاوبك عليه. وانا مالي اقوله ليه؟ مش ده برنامجك؟ لا يا حبيبتي قواعد البرنامج الفقره دي ده سرك انت. اسالي وانا جاوب. انت عايزه تجاوبي اقريه، مش عايزه ما تقوليهوش واقلبي الكارت كده. تقدري تجاوبي؟ لا. تخرجي ولا ايه؟ هتجاوبي ولا مش هتجاوبي؟ لا هجاوب. هتجاوبي انت كده؟ لا. يا راجل. مشاهدينا نشوفكم في حلقة جديدة من العرافة.